احنا مسلمين، الله سبحانه زرع في قلبنا الرحمة، وهذه الرحمة لو نستعملها والله العظيم يعني تعمل معجزات. أحمد بزيك حياك الله. الله يحييك يا أخي. حلوة أمريكا؟ 45 سنة في أمريكا؟ والله تأتي الرياح وبما لا تشتهي السفن. يعني ما كان ودك تروح أمريكا؟ ما كان عندي حلمي أنا أبقى في 45 سنة. 45 سنة والله مدة طويلة، ولكن قدر الله، هذا كله بترتيب من الله سبحانه وتعالى. الحياة يعني جيدة أو إن في فعلا مضايقات؟ والله ما في مضايقات، أنا لي 45 سنة حرية الأديان 100%، حتى أكثر من الدول الإسلامية. عجيب والله. عند مسجد رمضان، تعرف إحنا رمضان في أمريكا هناك كل ليلة عشاء جماعي في المسجد في رمضان، وفي العشر الأواخر عشاء جماعي واعتكاف وسحور ما شاء الله. وعندنا يعني يعني يصلي بنا تراويح كل ليلة، يصلوا في زيزو بعد 9/11 الأحداث هذه تغيرت الأمور. لا تغيرت، لكن لا مش والله مو كثير، والله مو مش كثير. والله يعني سبحان الله قصتي كانت فيها جزء من الدعوة للمسلمين. يعني كنت تعمل كداعية أيضا؟ لا يعني قصتي يعني الأمريكان مش مصدقين أن واحد مسلم عربي يعمل في هذا العمل، الأمريكان ما بيعملوش، ما كانوا مصدقين يعني، عرفت؟ نعم. أنا الأطفال اللي ناخذ فيهم ما حد ياخذ فيهم. الأطفال ميؤوس منهم. ميؤوس من حياتهم، ما في حد يبغاهم. أنت يعني الطفل خلاص تقريبا راح يموت يعني. خلاص الدكاترة يقول لك ما عنديش عندي ولا شيء معي. أنت تاخذه تعتني فيه. أنا ناخذه، يعني يكلموني وناخذوه، لأن هم نفسهم مدينة لوس أنجلوس اللي هي المؤسسة وزارة الشؤون الاجتماعية والأطفال، قالت لي أنت البيت الوحيد في لوس أنجلوس كلها، في مقاطعة لوس أنجلوس حوالي 88 مدينة عدد سكانها 4 مليون، أنت البيت الوحيد اللي تأخذ في الأطفال من هذه النوعية. بس ما يعني تأخذ طفل ميؤوس من حالته الطبية؟ والله يعني ليش كيف خطرت في بالك الفكرة؟ الطفل، كل طفل ليه الحق في أب وأم، ليه حق في بيت، ليه حق في إخوة وأخوات، يشعر أن حد فيه يحبه، خاصة في الأيام يعني طولة مرضه. يعني الطفل هذا مش ذنبه، الطفل ليس باختياره أن يأتي للحياة بمثل هذه الأمراض وأهله سايبينه وتركوه في المستشفى عادي يبوه، مش اختياره. يعني هالأطفال أبوهم أمهم معروفين مش مجهولين النسب؟ لا لا، معظمهم يعني تاع بوي فريند جير فريند وان نايت ستاند زي ما يقولوا أمريكا. بس الأم معروفة يعني على الأقل، وحملت وهو راح في حالة وهو قاعد، بس على الأقل الأم معروفة. أم معروفة، لكن الأم معروفة الأم تضع الولد وتروح، ما أعطيهمش في أسماء. أنا كثير من الأطفال جوني بدون اسم، أطفال يجي بدون اسم، أمه ما قعدت 5 دقائق باش تعطيه اسم. أنا يجيني في الورق مكتوب إذا ولد يقولوا بيبي بوي، إذا بنت بيبي جيرل، ما عندهاش اسم. أنا أعطيهم إسلام، أسماء إسلامية يعني مش رسمية، بس أنا يعني ما وهالشيء مسموح في أمريكا أن الشخص يتخلى؟ لا لا، الشخص يتخلى عن ابنه. نعم، لأن زمان كان الناس خايفة، البنت لما يعني معظمهم تينيجر، عرفت؟ لما تولد حبيبها والله البوي فريند تاعها سيبها، قالت هي واحدة وهي يعني، فتقول ما نبيش الطفل. زمان كان يحاسبهم، لكن طلع قرار بعدها إذا ما تبيش الطفل أرفع لكنيسة، لمسجد، لمركز الشرطة، لأي مؤسسة، ولا ليس لهم الحق أن يسألوا اسمك من أنت. لأن زمان كان يرمونه في الزبالة، لأن زمان خايفين الناس، كان يرموه في بالحبل السري في برميل الزبالة، أو في المراحيض في الحدائق العامة في المرحاض يخلوه يمشوا. بس شو الحدث المفصلي في حياتك اللي صار قبل 30-35 سنة اللي خلاك تقرر ان احتضان الحالات الميؤوس منها من الاطفال وتبدا هذا المشروع؟ لاني انا في البدايه كنت متطوع في مستشفى الاطفال في لوس انجلوس، كانت اروح للاطفال، لان في اطفال باقيين في المستشفى ولا حد يزورهم، يعني طفل من الولاده ما حد يزوره، فكنت انا امشي متطوع عندهم يعني
في يوم في ساعة معينة من النهار عندهم حجة الألعاب، فأنا أمشي هناك ألعب معهم، أقرأ لهم، أحضنهم، يعني لأن الطفل ما في أحد بيزوره طول حياته، ومريضه مريض وما في أحد يزوره. من ألهمك الفكرة هاي؟ وين جاتك حتى تطور؟ من جوزتي. آه زوجتك. جوزتي لما كانت يعني تينيجر يعني صغيرة يعني سن، عاشت مع أم جدتها وجدها، عاشت معهم هم عائلتها، جدها وجدتها كانت حاضنة، عائلة حاضنة للأطفال. فهي أخذت الفكرة منهم. لما أنا تقبلت جوزي وتجوزنا، فأنا الفكرة هي السبب اللي كانت أنا أقوم بهذا العمل. وبعدين أنا جاي يعني من أسرة كبيرة، يعني 6 أخوات و4 أولاد، كنا 10 إحنا، عرفت أسرتي في ليبيا. نعم. كم عدد الأطفال اللي احتضنتهم طوال هذه السنوات؟ أكثر من 80 طفل يعني. في البيت عندك؟ في البيت، كلهم يجيبون في البيت، وكلهم بأخذهم من منذ الولادة. وأكبر يعني كم طفل في لحظة واحدة في البيت عندكم؟ ثلاثة مسموح لك، بس القانون يسمح بثلاثة فقط. ثلاثة، لأن حتى الممرضة اللي تشتغل في المستشفى ومعها ممرضة ومعها مساعد ممرضة ومعها دكاترة يعطوها في الشفت متاعها يعني 12 ساعة، 3 أطفال بس. أنا هو مفروض يعطيني 2، لكن بالخبرة اللي عندي خبرة فيسمحوني بثلاثة. أنت طبيب؟ لا مش من ممرض؟ لا أنا متخرج هندسة إلكترونية. كيف جابك على وكيف جيت على هذا المجال يعني؟ قلت لك أنا جو لا أنت الحين بالترخيص، لما بالترخيص إيه كيف رخصوا لك يعني؟ رخصوا لك لازم تاخذ دورات وتاخذ دروس وتمشي للدراسة. يعني تقدر تحقن إبرة وتقدر تمارس ممارسات الطبيعة؟ يا لا يعني عندك القدرة يعني؟ يعني عندي القدرة يعني من الخبرة، من الخبرة 35 سنة يعني. نعم عرفت. في كل طفل أخذها لازم أخذ عليه دورة، لازم أمشي الدكتور والممرضين في المستشفى بتاع الأطفال وأحضر محاضرات وأعمل تدريب معهم ويعطوني شهادة أني أنا خلاص يعني تميت جميع الإجراءات لهذا الطفل. لازم كنا نعرف كل المشينز اللي عليه، لأن في أطفال عندهم 5-6 مشينز يشتغلوا عليهم 24 ساعة. يعرضون عليك يعني المستشفى تتصل فيك تعرض عليك الطفل أو الجهة الرسمية؟ لا، وزارة الشؤون الاجتماعية للأسرة والأطفال. طيب الحين يعني الأطفال تعرف أمريكا بلد مهاجرين، يعني ألوان مختلفة، أشكال، خلفيات ممكن دينية مختلفة إذا كان معروف على الأقل، ما يأثر هذا الشيء في قرارك؟ لا أنا لما أخذ الطفل لا أنظر لي هذه الحاجات كلها دي، لا أنظر لي أنا أبيض أسود، شين هي جنسيته، شين هو أصله، شين هي اللغة أتكلم فيها. أنا بأخذ الطفل منذ الولادة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة الإسلام، وقال بعده أبويه يهودانا أو يمجسانا أو ينصرانا، فأنا أخذه في سن أنه مسلم. في منهم مات أظن؟ فيهم ماتوا، منهم حوالي 11 ماتوا، ولا الآن قاعد أزورهم. أزور قبورهم؟ أزور قبورهم طبعاً، أنا بعتبرهم أبنائي. أنا ما أخذت طفل واعتبرته أنه أنا حاضر لي، أنا أخذ طفل كأنه ابني من صلبي. في طفل أنا كنت حتى أدرس في أنا وجوزي في الجامعة بدرس الناس اللي بيبوا يولوا يعني حاضنين، فنقول لهم أنا أول شرط إذا لازم حياتك تبنى على حياة الطفل، مش حياة الطفل تبنى على حياتك. إذا تبني حياة الطفل على حياتك لا تأخذ الطفل، خلي لي واحد تاني، لأن مش يعني مش عدل لهذا للطفل يعني. إذا أنت بتروح تتفسح كل أسبوع، تطلع تتفسح واحد، هذا العمل 24 ساعة 365 في سنة. أنا لو أقول لك 10 سنوات لما أخذ يوم عطلة، 10 سنوات لما أخذ يوم إجازة. وعادي عندك؟ ها؟ عادي؟ خلاص عادي. مش متعب الشيء يعني مع مرور الوقت؟ والله تعودت على الشيء هذا يعني، عرفت؟ والله أنا تعبت لما يكون ما عنديش أطفال. والله؟ والله. يعني مرت لحظات تكون أطفال أقل أو ما موجودين عندك أطفال؟ لا يعني أقل شيء عندي 2 يعني، وبلس يعني ابني عمره الآن 26 سنة معاق. ابني عنده كسر عظام، ابني منذ الولادة كسر كل عظم في جسمه، لما مولد
8 كسور في الدماغ، كسور في اليدين هنا وهنا وفي الرجلين وفي الفكين. في ولادته يعني صار؟ في ولادته نعم. سبحان الله. فعنده مرض كسر العظام، يقول شاشة العظام، وهذا مرض وراثي يعني. سبحان الله. لما درنا الجينز هذا الاختبار طلع من أمه، ولكن حتى أمه وأهله ما يعرفوش. الدكتور قال ممكن هذا في العائلة، ممكن أجيلين ثلاثة أربعة خمسة أجيال وفجأة يطلع في العائلة ثاني. شو قصة الطفل المكسيكي؟ في قصة لطفل مكسيكي احتضنته أظن. أي واحد؟ في منهم قصة. هل هم معظمهم مكسيكان وسود؟ معظمهم مكسيكان. مكسيكان وسود يعني. أنا ولا أخت عربي ولا مسلم. من بين 85 ولا عربي ولا مسلم؟ لا، لأن العرب، العرب مهما يدين ما يصيب طفله. العربي والمسلم مهما كان طفله مريض ومهما كان متعب لا يصيبه. فمعظمهم كانوا مكسيكان ومهاجرين. معظمهم سود يعني، معظمهم سود ومكسيكان يعني. في علاقة خاصة كانت مع أحد الأطفال تحب أنك تذكرها وتشاركنا تجربتك معها؟ يعني طفل ما نسيته؟ والله أو أثر فيك تأثير كبير؟ أنا عندي واحد يعني أخذت منذ الولادة يعني ممكن عمر أسبوع. والله سبحان الله هذه حتى قصته يعني موته عجيبة يعني. الله يرحمه. عاش 6 سنوات. سميه عمر أنا. عنده ما فيش دماغ. كيف؟ ما في مخ في الرأس، مية معبية بس. سبحان الله. أنا الخمسة أطفال اللي أخذتهم اللي ماتوا كلهم بدون دماغ. آخر واحدة اللي ماتت عندي ما فيهاش دماغ، الجمجمة معبية ليكويد يعني سائل بس. سبحان الله. ما فيهاش دماغ، لا تشبح لا تنظر ولا تسمع ولا تبكي ولا تعرق. يا الله. باهي؟ ولا تتحرك من مكانها. عاشت معي 9 سنوات. أنا أخذتها من الولادة مع عمرها حوالي 6 أسابيع. عاشت معي من يوم أخذتها. قالوا الدكاترة بالكثير شهرين. قلت لهم أنا أقول لهم دائما الموت والحياة ده في علم الله. هذا في علم الله. ما في حد يموت قبل أجله، وكل أجل كتاب. ما في حد بيموت مجله، لأن يوم كتبت علينا الحياة كتبت علينا الموت. الإنسان لما يكون جنين في بطن أمه، لما يصوب 4 شهور و10 أيام، الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بنفخ الروح في نفس كتبت فيه الحياة، في نفس الوقت يكتب عليه أجله. وعنده 3 ظروف لا نقدر نهرب منها. متى وأين وكيف؟ 3 ظروف. متى نموت وكيف نموت وأين نموت؟ مكتوب علينا، ما فيش يقول واحد يتخطاهم. واستمرت حياة الطفل هذا 6 سنوات؟ عاش 6 سنوات نعم. هذا يوم لا قبل يموت مرض جاته كوما، تعب غيبوبة 7 أيام ولا يتحرك، بس بالرقبة فيه بالجهاز تنفس صدره هيك يعني. بعد 7 أيام تفاق كأنه طبيعي. 3 أيام عاش بعدها، لكن صارت معجزة يعني أنا أعتبرها معجزة. كان في طير في 3 أيام بعد ما فاق من الغيبوبة، كنا نفتح في البيت الصباح الباب مفتوح، يجي طير مكسور الجناح يدخل البيت يقعد فترة ويرجع. جي اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث اللي بيموت فيه جي وطلع، وما شفت بعد ما مات الوالد ما عاد شفت الطير هذا. سبحان الله. والله سبحان الله. مكسور الجناح طير 3 أيام يوميا يجي يدخل 2-3 دقائق ويمشي وهو مكسور الجناح ما يطيرش. تفتقد بعض الأطفال يعني تحن لهم يعني طبعاً. في أطفال يعني أصلا إحنا مسلمين، الله سبحانه وتعالى حاط في قلبنا الرحمة. إحنا مسلمين، الله سبحانه زرع في قلبنا الرحمة، وهذه الرحمة لو نستعملها والله العظيم يعني تعمل معجزات. يعني أنت بديت من 89 صح؟ نعم. ما حد درى عنك ترى 27 سنة. أهلي أمي وأبوي لا يعرفوا. كيف ممكن؟ ما قلت لهم. أنا ما قلت لهم. أنا رحت 2010 في ليبيا، والله ما قلت لهم. ما أهلي عرفوا لما طلعت قصتي في صحيفة لوس أنجلوس 2017 لما الوالدة قالوا لها، أنا أبوي توفى في
98 لما قالوا الوالد ابنك طلع في التلفزيون قلت لهم ايش انت يعني تهزروا معي ولا شنو؟ ابن اخوي وابن اخ وبنت اخوي جابوا لها الفيديو قال لها شوفي يا اخ احنا جدتي ياو شوفي هذا ابنك هذا محمد عمي ياو مش مصدقه يعني والله ما قلت لهم 27 سنه ليه طلعت قصتي خلاص ما عادش نقدر ندركها يعني. يعني انت تعرف الامام المسجد اللي يصلي فيه دار معه مقابله يسالوا فيه يعني قال لهم يعني بالانجليزي قال لهم اندر ماي نوز يعني تحت خشمي يعني بين قدامي واني ما نعرفش انا شنو اعمل. كيف قدرت يعني فكرت انك تخفي هذا العمل؟ لا من اصلا العمل هذا بيني وبين الله. انا العمل بيني وبين الله. ما شعرت في لحظه من اللحظات يعني الحياه فيها لا ضغوطات. والله اذا سالني حد اتكلم اذا سالني سالني جاوب لكن ما نقول لي حد يعني ما نقول لي حد لان هذا nobody business زي ما يقولوا. بس ما كنت تشعر يعني بعض الناس او لا. طبيعه الانسان احيانا لما يقوم بعمل جيد سواء عمل مأجور عليه ماديا او غير مأجور عليه يشعر انه هو يستحق التقدير. اسمع السر استمراري في هذا العمل لازم حاجتين حبك للعمل واخلاصك فيه لله. اذا ما كنتش مخلص مش حتستمر وما اذا ما تكون مش تحبش لانك تقوم بهذا العمل مش حتستمر. انا قلت لك 10 سنوات لم اخذ يوم اجازه 10 سنوات كنت تشعر ان فعلا انه يكون هذا الامر سري وغير معلن يبارك اكثر. لا طبعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقضوا حال قضاء حوائجكم على السر والكتمان. عرفت؟ بس هيك مش حال تقضي حوائج الناس لا الان تبشكل اقضي حوائجك انت اقضي حوائجك. قال الرسول اقضوا حوائجكم استعينوا قضوا حوائجكم بالسر والكتمان. في يعني لان مرات انت لما تقول للناس ويقعد يشكر فيك يدخل فيك الرياء. يدخل فيك الرياء والله وقالوا الناس علي عرفت. انت اللي اذا تبي العمل خالص اذا سالني حد يعني جاوب سالني قال لي خير الطفل هذا شر عرفت. واذا ما سالنيش ما اقولش والله انا مداير هنا وكذا وكذا. قلت لك انا اهلي امي وابوي واخواتي لا يعرفوا الا لما طلعت القصه. الحياه صعبه في امريكا. الحياه غاليه. انا مستغرب يعني كيف دوله راسماليه طبعا انت يقدروك كم في جيبك كم في حسابك في البنك. طيب كيف كنت تصرف عليهم وكيف كنت يعني الموضوع متعب يعني بالنسبه للعلاج الصحي هذا ما نقدر عليه حتى الشركه ما تقدر عليه. الحكومه كانت تتكفل بالعلاج. الحكومه لازم لان هذا الطفل مش لان الطفل مش طفلي. انا اقوم برعايته الصحيه عرفت. انا قلت لك عندي طفل عاش 8 سنوات كان يصرف عليه مليون دولار سنويا. دخل في 8 سنوات 176 مره للمستشفى نام في المستشفى في مده 3 سنوات. هذا الطفل مده حياته لم ياكل ولا يشرب لان عنده مرض شورتغارت سيندروم اللي عنده الامعاء قصيره. سبحان الله. لو شربوا ميه على طول ترفع المستشفى. لا حول ولا قوه. وعاش 8 سنوات والله يجلس معانا لما نتعشى يجلس على الطاوله ونعطوه صحنه والسبون اللي هو الملعقه والفرك والكب بتاع الميه والصينيه بتاع الاكل بدون شيء ويقعد جالس معانا لان لازم عيله واحده دائما ناكل مع بعض. يعني من ال 85 11 توفوا البقيه وين راحوا؟ في ناس تبنتهم الله يعطيهم. والله في ناس تخرجوا حتى مشوا الجامعه وتخرجوا من الجامعه يعني كبروا وفي عاشوا ناس تزوجوا. يا ما قلت لك الاعمار بيد الله سبحان الله. هذه الاعمار انا لما يجي يقول لي الدكتور اقول له والله الاعمار بيد الله. الناس يقولوا لي يعني انت مجنون كيف رحت انت طفل يعني دفنته وتمشي تاخذ طفل ثاني يا الله كيف عقليتك. قلت لهم هذه الاعمار بيد الله. انا كانسان نعمل في ما في استطاعتي كانسان ونترك الباقي على الله سبحانه وتعالى لان هذا مش في مقدوري. انا ادير ما في مقدوري واترك البقيه على الله سبحانه وتعالى. طيب تاسيس الجمعيه اللي في ليبيا من اخوتك هذا كان بإعاز منك بتوجيه منك؟ لا والله لان سوفي اخوتي لان يعني بعد الثوره صارت في حرب اهليه. صحيح. والشباب اللي في ال 18 والعشرينات انتهى في ليبيا. الحرب الاهليه حرب الرابح فيها خاسر. صحيح. لان ماتوا من الليبيين من جهتين من بنغازي ومن طرابلس كلهم ليبيين ومسلمين وماتوا. فانا اقول فيها الرابح فيها خسر.
هذه الحرب. بس ما كانوا يعرفون عنك ولا انت تعرف عنهم؟ لا ما يعرفوش هم عني. نفسهم انا رحت 2010 رحت 2010 زياره. انت 2010 ما تكلمت؟ ما رحت ولا قلت لهم ولا قلت لهم. ورغم اني اكلم فيهم دائما راهم على الاقل في الاسبوع مرتين ثلاثه اكلمهم. انت الان بعد هذا العمل والمسيره الطويله عمل فردي ومجهود كبير جزاك الله خير، ما تفكر تاسس جمعيه منظمه تلهم الناس؟ بالنسبه لامريكا شبه مستحيله لان العلاج مكلف. مكلف وال انا فكرت وكنت دراسه بدي عشان انا بنفتح مصحه تبي غير 50,000 60,000 غير ايجار للمحل بس دولار شهريا الايجار بس، ولازم يكون عندك طاقم طبي وطاقم ممرضات وطباخ ومنظف يعني شيء صعب. صعب يعني في ليبيا. انا افكر الان انا الان في عضو في الجمعيه هذه الجمعيه اللي في طرابلس، انا يعني فايس بريزيدنت في الجمعيه. والله مفكر ندير مشروع في ليبيا، هي واحد أنا تأهيل أمهات الأيتام، تعليم تأهل الأمهات تأهيل لرعاية الأيتام، لرعاية الأيتام، وكذلك نعلمهم يستلموا حرفة يروح المدرسة يعني تمريض طبخ، يعني ما يقعدوش على الرواتب اللي يجيهم الناس، يعني نأهلهم يعني على أساس أن هم يتأهلوا ويشتغلوا يعني يدوروا شغل. يعني أنت قصدك الأيتام ولا الأمهات؟ الأمهات الأيتام، أمهات اللي يربون الأيتام. يا نعم. جيد. عرفت. هذا المشروع يفترض يكون في ليبيا. إيش في ليبيا نحن طبعًا في ليبيا. ومتى بيكون؟ متى تفكر إنه؟ شو المانع الآن؟ ظروف. أولًا الوضع في ليبيا. ظروف سياسية يعني. يعني الصحة عندنا في ليبيا صفر، التعليم صفر، الاقتصاد صفر، يعني في ليبيا حدث ولا حرج. الآن الناس يتقاتلوا مع بعض، أبناء القبيلة يتقاتلوا مع بعض. الله المستعان. نعم. يعني راح يعني تظل راح تبقى في أمريكا للأبد؟ وش نعمل يعني؟ أنا ما عمري فكرت، والله ما عمري فكرت أنا يعني أبقى في أمريكا. أنا يوم جيت والله ثلاثة شهور كنت نبكي بروح. إيش جايبني هذه البلد؟ لا دينها من ديني، ولا لغتها من لغتي، ولا عاداتها من عاداتي. ولكن قدر الله ما شاء فعل. بعد فوزك بتتويجك كصانع أمل في دولة الإمارات في دبي، كيف تلقيت الخبر؟ يعني توقعت في يوم من الايام ان في والله مكان أنا نار؟ انا اختياري ممكن شبه معجزه. كيف صارت الموضوع؟ كيف اذا تذكر؟ فيه مره يهوديه، امراه يهوديه، يهوديه تشتغل في الاعمال الخيريه في افريقيا. فقالت قصتي، فقالت لي هي اصلها من نيويورك، قالت لي اني توني في نيويورك واني عندي اقارب في لوس انجلوس ممكن أزورك وأشوف الأطفال متاعك. فيعني خلاص قلت تعالي، وجدت يعني يوم وعملنا الغداء وقعدت معانا وسألتني أسئلة زي مقابلة خفيفة هيك، واخذت معي صور. لما رجعت لأفريقيا حطتهم في الصفحة متاع المؤسسة الخيرية هدية. ففي واحد أمريكي يشتغل هنا مع مكتب الشيخ محمد براش المكتوم، قال لي هذا احنا نبحثوا عنه من زمان هذا. سبحان. فكلمتني قلت لي يا محمد، قالها اني قريتني عليه في الصفحه اللي انت مقابله عملتيها معاه في الصفحه بتاع الجمعيه الخيريه اللي في افريقيا. فكلمتني قلت لي ممكن اعطيك يعني نعطيهم تليفونك وعنوانك وشيء يعني. فاستأنس مني قلت له طيب خلاص. اخذه واعطاه لي مكتب الشيخ محمد براش المكتوم، وكلمني شو اسمه الشخص زمان في 2020، قال لي وين يا شيخ احنا من زمان نبحثوا عنك. قلت له والله انا قاعد في امريكا. ما فهم عن طريق هي عن طريق الرجل اللي هي عن طريق الرجل هذا اللي يشتغل اكلم يعني اعطى المعلومات عني. فاتصلوا بي هم قالوا لي احنا من زمان نبحثوا عنك، واحنا اخترناك من امريكا من عربي ويدير في هذه الاعمال الخيريه لمده طويله، واحنا يعني فبعثوا فريق يعني ثلاثة أيام غي التصوير جو وبعد قعد فترة يعني دعوك لدبي. دعوني دبي يعني. التقيت بصاحب سمو الشيخ محمد راشد. التقينا بصاحب سمو الشيخ، وأنا وكذلك يعني دعيته من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أردوغان كرمني وكذلك كرموني إذاعة التي آر تي. نعم في تركيا. دور علي فيلم وثائقي
بعتوا فريق سينمائي 45 يوم في لوس أنجلوس. في لوس أنجلوس دار علي فيلم وثائقي ونشر في مهرجان السينما في أمريكا وفي إسطنبول وفي بعض الدول. سبحان الله، أقام العباد فيما أراد. نعم. في أمنية أو حلم تتمنى تحققه وأنت في هذه الحياة؟ والله إن حلمي أن نستمر في هذا العمل، والله يمدني بالصحة والعمر ونستمر العمل حتى يعني الله يأخذ من يعني. الله يطول في عمرك، الخير والبركة. ولأن هذا عمل إنساني، اسمع، جبر الخواطر الله ينجيك يوم المخاطر، ينجيك يوم القيامة. إذا جبرت بخاطر إنسان الله يجبر بخاطرك يوم القيامة. تعرف أنت لو في واحد معتكف ويجيك واحد يقول لك يا فلان والله ممكن تمشي معي تقضي حاجتي، تطلع من اعتكافك من المسجد وانت في عبادة وتقضي له حاجة أفضل لك من أنك أنا قاعد في المسجد عبادة، لأن من قضى في حاجة أخيه كان الله في حاجته، قضى الله حاجته. محمد بزيك، تجربة إنسانية ملهمة جدا، جزاك الحمد الله خير. والله يعني التجربة أصبحت دعوة، تصور والله دعوة، لأن أنا قصتي طلعت يوم ترامب، بعد 4 أيام من ترامب وقع أنا 4-7 دول إسلامية لتدخل أمريكا، ومن ضمنهم ليبيا وسوريا والعراق. قرار ترامب الشهير. ترامب إيه، ترامب إيه، هذا صح، ليبيا كانت من ضمن الدول. يا دول ليبيا. طيب شو سويت وقتها؟ والله هاجم. لا لا، تعرف هوليوود وناس مشاهير هاجموه. تعرف واحدة مشهورة قتله، تعرف شو قتله؟ قتله من العار عليك يا مستر بريزيدنت، من عار عليك أنت والكابينت اللي هم الوزراء متاعك، مفروض قرأت قصة محمد بزيك واخذت منها عبرة. والله كتبوا علي المسيحيين واليهود والنصارى والبوذا، البوذيين، البوذيين، قصة انتشرت في أكثر من 3 دول العالم، يا سبحان، وكتبت أكثر من 10 لغات. والله في واحد 2 أثروا فيها، واحد يعني إيتيس اللي هو ما يؤمنش بوجود ملحد. الله ما يؤمنش بوجود الله، بعت لي رسالة قال لي أنا لا أؤمن بوجود الله، ولكن قرأت قصتك بكيت وقلت أتمنى أن فيه الله موجود حتى يجازيك. عجيب، قل له الله وجود. أتمنى أن أتمنى أن يكون الله موجود حتى يجازيك. وفي واحدة تانية مدرسة حتية ملحدة قالت لي بحياتي ما قلتش لواحد قد بلصيه يرحمك الله، لكن قصتك أرغمتني أن نقول لك يرحمك الله. يعني إن شاء الله، بس نسأل الله الهداية دائما. وبعدين والله يعني حتى من خلال قصتي تغيرت فكرة على المسلمين، لأن احنا نرى في الـ في الـ في الإعلام الغربي، تعرف أمريكا في هوليوود دارين أكثر من 300 فيلم كله فيه تشويه للمسلمين والعرب. طبعا أول حاجة يجيبوا لك عقال ويجيبوا لك نساء ويجيبوا لك خمر. صحيح، لأن الإعلام من ماسك. صحيح، والله الإعلام يعني احنا كعرب احنا ليسنا فينا فايدة، أصحاب مشاكل، أصحاب تفجير، أصحاب يعني ما بالنسبة هذا فكرة الغرب على العرب، وخاصة العرب يعني على المسلمين وخاصة العرب يعني. الآن صيتك ذاع في لوس أنجلوس بشكل كبير على المستوى الرسمي، صيتك ذاع بشكل كبير على المستوى الرسمي. الحمد لله، قلت لك أنا يعني والله ما في صحيفة في من كل ولاية لها صحيفة، ولا ما في صحيفة في أي ولاية لما كتبت عليها. والله انتشرت مش من أول يوم، مش في أمريكا، في أوروبا. والله في واحد يعني مسلم أسود بنته في بريطانيا عايشة، كلمته بنتي هذا أول يوم في قصة، قلت له مين هذا الشخص هذا في جميع الصحف البريطانية وفي الإذاعة وفي الراديو؟ قال لها والله هذا نحن ونيان صلينا في نفس المسجد. يعني قصتي يعني انتشرت والله مثل الهشيم، النهار في الهشيم، والله في أمريكا كلها، وكتبوا عليها أكثر من يعني اللي أعرفهم أكثر من 10 لغات كتبت عليها، والكنائس كلها كتبوا عليها، لأن يعني قصة يعني فجأة، يعني ما كانش يتوقع أن واحد مسلم عربي يعمل هذا العمل، وهذا العمل إنساني حتى الأمريكان ما يبوا يعملوه. أنت توقعت الشهرة هذه كلها؟ لا والله، ولا خططت لها؟ أنا شوف، أنا من زمان كنت مع الشرف اللي وقمه من البوليس، الشرف
البوليس في مدينة، الشرف في مدن، في المقاطعة كلها. كنت أنا يستدعوني، أنا كنت أمشي أنا وزوجتي وأطفالي، كان كل سنة يعملوا في الحفلة بتاع الكريسماس، فيجمعوا تبرعات الأطفال المرضى باش يشتروهم هدايا في الكريسماس، فكانوا يدعوني يعني. ففي يوم من الأيام الشرف انت على لوس أنجلوس كلها 88 مدينة، الشريف موجود على المسؤول على المدن كلها، كان يتكلم علي وعلى الأطفال اللي ناخد فيهم ونوعيتهم. فكانت المسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والأطفال حاضرة المكان، حاضرة في الحفل هذا. فكان في فترة استراحة، فجت قاعدة تهدرز معي، قلت لي أنا مسز يوسف مش عارفين، قلت لها أنت رجلك عربي؟ قلت لي والله مصري رجلي، قلت لي بس قبطي هو، قلت لي أنا مزلي عربي. واني اسمها هدرس معي، قعدنا هيك هدرسنا، وبعدها تمت. بعد اسبوعين كلمتني قالت لي محمد احنا الوزاره اختاروك ان تديرين مقابله في صحيفه لوس انجلوس. صحيفه لوس انجلوس من اقدم الصحف في امريكا ومن اكبر الصحف، زي بوستون بوست ولوس انجلوس، هما يعني من اقدم الصحف ومن اكبر الصحف. قالت لي نبيك تديرين مقابله معهم على الاطفال، لانك انت تاخذ في الاطفال يعني المرضى الايتام الميؤوس من حياتهم. وقلت لي خلاص بس تنتظر، لازم نمشي للمحكمة، لازم ياخذوا أمر من المحكمة. قالي في أمريكا ما أدريش يجي تصور واحد وتعطي صورته ولا تتكلم عليه. ليش المحكمة يعني؟ لأن هذه واحد محكمة، كيف أن نتكلم على الطفل ويصوروه؟ ممنوع خصوصية هدية في أمريكا، خاصة الأطفال ممنوع تصور واحد وتحطه ولا واجه يتكلم عليه واحد. أخذوا إذن المحكمة، الوزارة عملت محامي مشي للمحكمة باش أخذ إذن على أساس نصوره هذه الطفلة الوحيدة بس، حتى حتى الماتوا ممنوع عليه يتكلم معهم، متكلم عليهم يعني، لأن خصوصية هناك، هني خصوصية يعني مش زي هنا في بلداننا يعني، خصوصية ممنوع تتكلم. تصور يا مشي محامي لقبل ياخذ الإذن، يبعثوا في شخص لما يجي يصوروا الصحافة جينا مقابلة، يبعثوا شخص يحضر المقابلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والطفل. إذا واحدة سميت اسمها غلطت فيها قلت اسمها، يقول لك قط وقف عاودوا من جديد، ممنوع حتى اسمها. ليه؟ جاء أمر من القاضي، وبدأ نقولوا في اسمها ونقولوا إيش مشاكلها، ويعني وبدأ يصوروا فيها. قبل حتى كان يصور فيها، يصور فيها من خلف، ممنوع يصورها، لو يصورها اللي يصورها يحكم مشكلة يعني، لأن خصوصية هناك. زوجتك إلى الآن يعني تقوم بنفس الأعمال معك؟ لا، زوجتي يعني توفت 2015. يعني قبل فوز. زوجتي أمريكية. أمريكية أمريكية. أمريكية يعني مسلمة. أسلمت بعد الزواج. الزواج نعم. وتوفت 2015، كيف كان تأثير هذا على حياتك؟ طبعاً يعني جوزي 26 سنة يعني، مش أمس ولا اليوم يعني، كيف يعني؟ يعني لها تأثير طبعاً، ولكن هذا قدر الله يعني. ما تزوجت بعدها؟ لا والله ما تزوجت. ما تفكر؟ والله مفكر إن شاء الله في المس يعني في الشهور هذه إن شاء الله يعني، أنا خاطب يعني إن شاء الله درجة في التشريع الأمريكي يعني. يا رب تعزمنا على العرس إذن في أمريكا يعني. شكرا لك محمد بزيك، إن شاء الله بارك الله فيك، الزواج يكون زواج ميمون بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يحفظك يا الله. بارك الله فيكم، والله أنا أشكركم ومالي، وأشكر مكتب الشيخ محمد براش المكتوم، أن دبي هدية الإمارات يعني كلها يعني هي زرعة البذرة صناع الأمل في قلوب العباد. وأتمنى كل الدول العربية والإسلامية أن يحدوا بحدوة ما تقوم به الإمارات الآن، لأن هذه مؤسسة خيرية، وهذه يستفيد منها مش العربة، الإنسانية كلها، لأن هذا عمل خيري يعني. والإمارات هي الرائدة الأولى في هذا العمل، هي التي زرعت البذرة. الحمد لله، توفيق من الله. توفيق من الله، كله توفيق، ولا حركة نعملها بدون توفيق من الله. صحيح. بارك الله فيك أخوي، ونشكركم يعني، والحمد لله، ودعوني للمرة الثانية، ونشكر دولة الإمارات يعني بلدنا الثاني. نحن نعتز ونفتخر بأمثالك. بلدنا الثاني، الله يحفظك يا رب. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.